يعني في هناك يعني قضية بورما أو مينمار على فكرة قضية معقدة، معقدة جدا. يعني الشخص فينا لو أراد أن يفهم الوضع، لو أراد أن يفهم ماذا يحدث الآن، هي قضية فيها كثير من التعقيد، كثير كثير جدا من التعقيد. طبعا هذا يدفعنا نحن اليوم كمسلمين أن نحن نتفاعل مع القضية. مفروض نتفاعل مع قضية بورما، وقبلها مفروض نتفاعل مع قضية فلسطين، مفروض نتفاعل ونتفاعل بقوة. لكن ما هو نوع التفاعل؟ إن فقط نحن نرسل لبعضنا البعض الفيديوهات اللي فيها الذبح والقتل والجرائم الشنيعة التي للأسف الشديد اليوم أثبتت البشرية اليوم بأنها عادت مئات الألوف من السنوات للخلف. عدنا إلى عصور ما قبل التاريخ، إلى عصور ما قبل الكتابة. عادت البشرية اليوم للأسف الشديد، للأسف الشديد عادت البشرية اليوم في بورما، وبورما أكبر مثال، عادت إلى عصور ما قبل التاريخ، إلى عصور الهمجية، إلى عصور اللا إنسانية. يعني ذبح وقتل بهذا الشكل المفجع، يعني هذا أمر يبكي الصخر. فحق لنا أن نبكي، حق لنا أن نبكي، وحق لنا أن نتألم. لكن في فرق أن أبكي وأنا أحمل في قلبي أمل لتغيير الواقع، وبين أن أبكي وأنا أحمل في قلبي الوهن والضعف والتقوقع والجلوس في المكان وعدم النظرة المستقبلية وعدم البناء المستقبلي. خلال طول فترة الاحتلال في فلسطين، إيش التقدم اللي نحن تقدمناه؟ في أربعينيات القرن الماضي عقب الحرب العالمية الثانية، اليابان ترسل وفد إلى مصر لكي يكتشف التطور المصري، التقدم المصري، التقدم الأدبي والصناعي والسياسي والفكري في مصر. نحن ماذا فعلنا؟ اليوم اليابان أو الصين أو بعض كثير من الدول بنت نفسها في أقل من 80 سنة، في 80-70 سنة، في دول بنت نفسها في 30-40 سنة إلى ما أصبحت في مصاف الدول المتقدمة. هناك بناء فردي اليوم، قبل أن نتكلم عن البناء المجتمعي، قبل أن نتكلم عن البناء الأممي، عن بناء الأمة، يجب أن نتحدث عن بناء الفرد. أنت كمسلم إيش الدور اللي اليوم مفروض تلعبه اتجاه مشكلة بورما؟ هل يكفي يا ترى الأدعية والدعاء على العدو والدعاء على البوذيين؟ هل يكفينا؟ هل يكفينا اليوم المحاضرات والخطب والوقوف على المنابر؟ هل يكفينا؟ هل يكفينا أن نسجل ونخط بأيدينا المقالات والتغريدات في تويتر والفيسبوك ونحوه؟ هل هذه أقصى ما لدينا من قوة؟ هل نحن لدينا اليوم قناعة للأسف الشديد أن نحن أمة ضعيفة، أمة ساكنة، أمة منتهية، أمة ميتة؟ وأنا أعترض على ذلك، أنا أعترض وبشدة. نحن لسنا أمة ميتة، أمتنا لا تموت، مستحيل أن تموت هذه الأمة. نحن لسنا ضعفاء بذلك القدر الذي نتخيله نحن، ولكن الإيحاء السلبي اللي نحن اليوم قاسين نعمله لأنفسنا ولذواتنا، نحن أمة متخلفة، نحن أمة رجعية، نحن أمة مستضعفة. ونضرب الأمثلة، شوف إيش صاير في بورما، انظر ماذا يحصل في فلسطين، انظر العراق، سوريا، والأمثلة كثيرة. أما آن الأوان أن نقلب الطاولة رأسنا على عقب؟ أما آن الأوان أن نخاطب أنفسنا باعتبار أن نحن أمة هي من تقود العدالة؟ متى انتشر الظلم في هذه الأرض؟ عندما تخلينا نحن عن المهمة التي أوكلت إلينا كأمة، عندما تخلينا نحن كمسلمين عن المهمة العظيمة، عندما تركنا المهمة العظيمة اللي أوكلت إلينا نحن، الذي أوكلها إلينا رب العزة، الله عز وجل أوكل إلينا مهمة أن ننشر العدالة وننشر المحبة. نحن يفترض أن ننشر العدالة والمحبة، لكننا تنازلنا عن ذي المهمة فصارت الأمور عكسية، فمسكها أمثال هؤلاء الهمج، هؤلاء الهمج الذين يعيثون فسادنا اليوم في بورما، لأن نحن تخلينا. فالقاعدة تقول لابد من وجود قائد، فإن لم تكن أنت كان غيرك، إن لم تكن أنت كان غيرك. نحن للأسف الشديد ما فكرنا كيف نكون قادة. اليوم بدل ما نجلس نبكي ونتباكى وننشر هذه المقاطع وندعو عليهم، وأنا مرة أذكر عبارة جميلة لأحد الكتاب يصف حالنا مع اليهود في إسرائيل، يقول نقذفهم بالخطب ويقذفوننا بالصواريخ. نحن نقذفهم بالخطب، نحن فرسان المنابر، نحن أبطال المنابر، نقف هكذا في المنابر وندعي على اليهود الدعية. يعني تبارك الرحمن ما شاء الله، والله لو ربع ذي الأدعية تستجاب آنيا لانتهت إسرائيل من زمان وخلصنا منها. لكن ما هكذا، ما هكذا.